اللاعب رقم واحد في طريق التنمية. يعد مشروع النفق المغمور الذي يعتبر اللاعب رقم واحد ضمن المشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير الذي يربط بين طريق التنمية والميناء بطول 2400 متر. يمتد النفق على طول الطريق من ميناء الفاو لتسهيل طرق التجارة الأكثر كفاءة، ويحمل كل جانب من النفق ثلاث مسارات متخصصة لاستيعاب الحركة الكثيفة للشاحنات المحملة بالحاويات والأوزان الكبيرة جدا، حيث سيتم غمر النفق تحت قناة خور الزبير مع ارتفاع صاف 18 مترا تقريبا للسماح بمرور السفن التجارية. وأكمل العراق بناء حوالي 60% منها ليربط المنطقة الساحلية في مدينة البصرة أقصى جنوب البلاد بروابط التجارة الدولية عبر ما يعرف بطريق التنمية مع تركيا. يعتبر النفق جزءا من الطريق الرابط ما بين ميناء الفاو والطريق السريع أو الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن وتركيا، وبالتالي يربط العراق بالعالم الآخر. ومع تقدم عملية البناء يتوقع العراق أن يسهم النفق المكتمل بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، ويضع نفسه كلاعب رئيسي في طريق التجارة الدولية. وحددت وزارة النقل بداية شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإنجاز مشاريع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير وأعمال تشييد النفق المغمور. فهل سيدخل اللاعب رقم واحد طريق التجارة الدولية بكامل لياقته؟